خيطان حابب وحده غيري. حابب وحده غيرك؟ انت متوكده من الهرجه قمر؟ اي متوكده. طيب وهذه اللي تقوليني يحبها هي من الديره لو من برا الديره؟ لا غريبه عن الديره، واسمها سولفي بعد. اسمها سولفي؟ وش الاسم الغريب هذا؟ والله ما ادري، انا شفت الهديه اللي انطتها اياها، عصا، ومو اي عصا، عصا اوتوماتيك، تكبسي لها الزر تقوم تكبر، ترجعين تكبسي لها الزر مرة ثانية تقوم تصغر. عصا تكبر وتصغر؟ اي البنية اللي انطتها اياها قالت لها هذه عصا سولفي. الله عليك يا قمر وعلى هبلك وخفت عقلك. انا؟ اي الخويثة هذه عصا سولفي، لك لي يعلقون عليها الجوال. وش قصدك؟ قصدي ان ما ببنية اسمها سولفي، بعصا اسمها سيلفي، سيلفي الخويثة. يلا يلا قومي قومي، خلنا ناخذ البنات وروح اصالحك مع بخيتان وناخذ بعد صورة سيلفي. يلا يلهبيلة يلا. يضحكني يضحك. وش قال له وش قال له؟ يقول له باللغة انفي لا يخطئ. هذا شلبشة؟ إيه شلبشة والله، ما أدري إيش اسمه، أبو شلبشة. يطن 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 يطن. لا يطن. إيه هذا مساج الواتس، مساج الأبو خيت. الله يسلمك. إيه ملك تبعت صورة لأبو خيتان يتصور ويا العجية. خيتان تصور ويا البناوية. هذا وريني وريني. هذه مو بواضحة؟ إيه واضحة. لا هذه نعجة رجال، هذه مو بهذه. وريني. إيه نعجة ثانية. يطن 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 يطن. هات هات هذا أي مساج. مساج الله بالخير. الله يسلمك. إيه ملك ملك تقول إنهم قاعدين يجربون العصا. يا عصا؟ العصا إيه يا ماوش. العصا اللي كانت ويا بخيتان طلعت لتصوير السيلفي. وانا اقول وين سمعان هالاسم، وير وين يا مهاوش؟ يمين يمين يمين، يوم اللي شفتها انا قلت ان هذه عصات السل، عصات السل. قل 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 السل السل. قل 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 تشجع. اعرف اعرف اقول. ما تعرف تقول ولا شيء، قل سيلفي. سيلفي اي اي الحمد لله، قال سيلفي قال. اي ما تصدقني؟ لا اصدق اصدق. طيب ليه ما تصدق؟ اقول لك اصدق يا البهيم. انا بهيم؟ انا قلت بهيم، انا قلت فهيم فهيم. انت ما تصدق؟ اقول لك اصدق. أنا في لا يخطئ. أنا أفكر إنه إذا ناخذنا صورة تذكارية ما في أنسب منكم كجحشين، واحد على يميني وواحد على يساري لحتى ناخذ هاي الصورة. الله يعزك سيدي. تسلم تسلم. ولحتى ناخذ هيك صورة يعني ما معقول نجيب حدا من برا ونقول له تعال صورنا، لأنه أنتم بتعرفوا ممنوع الاقتراب والتصوير من المغفر. شو بتشوفوا سيدي؟ أنا أفكر سمعت شو اسمها؟ سمعت لكم انه في عصابه سيلفي. عصايه سيدي عصايه. عصايه سيلفي عم يتصوروا فيها كلياتهم، موجوده بين ايدين كل افراد القبيله. يعني ما معقول يكون عامه الشعب عندهم هيك عصايه ونحن ما عندنا هيك عصايه. كلامك جواهر سيدي. لذلك انا عم فكر انه يعني خلينا نروح نصادر. لك ليه بتقاطعني؟ لا تؤاخذني سيدي. خلصنا عمرك. جميل روح اشحط لي نوفل وجيب لي اياه لهون مباشره. حاضر سيدي. حرك معك ودعك لشوف انت. معاك ودعا هيك خف خف. انت بدك تقتلني؟ انت مبين بدك تقتلني. ما عم صيبه. حلوة هي العصاية، نستخدمها للتصوير وللسم. نوفل؟ انت ليه ما تبيع عصا السيلفي؟ عرفتها؟ هان بالدكان. اسمع يا نوفل مني، تراها فرصة ما تتكرر. كيف فرصة؟ باكر كل بنات الديرة يغارن من قمر وتصير العصا من وت الجميع. اقص جديلتي ان ما صار بكل بيت بدل البرودة عصا. يلا طيب يا لطيف يا لطيف، شو كلامك فيه وجهة نظر؟ اسمع مني يا نوفل والحق حالك قبل لا يشترون من برا الديرة وتروح عليك. والمثل يقول جحا أولى بعنسته. لك كلامك مظبوط، نحن أولى. يا علي الحلال يا العنود، لك أنت بتفهمي بالتجارة أكثر من ثلاث أرباع القبيلة. إيه يا نعنود النشمية راعية الأولية ترباعي. شرف معي. لوين؟ على السينما. لوين يعني؟ على المخفر. امشي أبو شاب بده إياه.
أبو شافة تحسينه بالمغفى يا أخوي. استنى إذا لجل الرخصة. لك هلا لا تلعولي قلبي انت وهي، خلصوني امشي معي. لك يا طفل غالك على معلق عن جاكيتي مشان اسنانا. عنود برضاي عليكي، إذا من هون لساعتين ما رجعت روحي خبري الزعيم وبعتيلي علبتين حلاوي على الحبس وسجليهن على المغفر، لأنه أكيد أبو شاب هو اللي رح يأكلهم. من عيوني يا بعد قلبي. عنود أنت أحلى شغلة صارت لي بحياتي كلها، وأنت بعد أحلى رجال بالدنيا. أحبش يا العنود. أحبك يا نوفل، لا تتركني وحيدة يا نوفل. امشي خلص يا قلبي. شو عم تعمل يا حبيبي يا نوفل؟ ليه ياخذونك مني وتركوني وحيدة؟ ليه؟ لا لا والله يا سيدي ما عمل شيء، لكن عمري ماشي الحيط الحيط وعيني يا ربي السترة. مين قال لك انه عمل شيء؟ لك عم مشان شو طالبين يا سيدي؟ انت سمعت بقصة عصاية السيلفي؟ اي معلوم سيدي سمعت، شلون ما سمعت؟ بدي بيع منها بالدكاني. اوك اوك الله يجيرك الله يجيرك. تعال خير سيدي خير. ليش عدم مؤاخذة؟ لانه هي الشغلة فيها مسؤولية، بدها موافقة من اعلى المستويات، ولا مفكر انت هيك الشغلة شوربة؟ ولي على طولي يعني ممنوع اني بيع عدم مؤاخذة؟ لا يعني لا ممنوع ولا مسموح، بس يعني لازم تكون مغطى لحتى تقدر تشتغل هي الشغلة. مغطى؟ شلون يعني مغطى؟ يعني لازم يكون عندك شريك قوي مشان إذا حدا قرب عليك يحميك. ايوه ومين هذا الشريك عدم مؤاخذة؟ أنا. بس يعني هذا الموضوع لازم يكون من تحت لتحت، ما لازم حدا يدرى فيه ولا الطير الطاير هذا اللي عم يزقزق. ايه بس يا سيدي يعني عدم مؤاخذة يعني أنا كل عمري ما بحب الشراكة، يعني بقول لك المثل يعني إلك شريك إلك معلم، وأنا كل عمري بحب يكون شوري من راسي، يعني عرفت علي شنو؟ مشان أسنانك. شو رأيك أدحك؟ طلقة بنص أسنانك تصطفل، بس بكرة إذا أجت الجهات المختصة بدها تحاسبك أوعك تجي لعندي. سيدي مين هاي الجهات المختصة؟ انتهت المقابلة. إيه خلاص سيدي أبو شاب خلاص، من يوم ورايح أنت شريكي بهي قصة طلبية السيلفي، بس بعد أمرك بدي من عند منك تعطيني نص الرسمال مشان أشتري الطلبية. أنا ما بشارك بالرسمال ولابك، ما بشارك بالرسمال، أنا بشاركك بالتغطية، سمعان؟ إيه خلاص تكلع والله. يلا عود. مسعود يا مسعود، عرفت بسالفة عصا السيلفي اللي معه بخيتان؟ ايه عرفت لما مريت على الدكان يا منوفل. علامها يرضيك حرمة الراعي بخيتان يكون عندها عصا سيلفي، وانا حرمة مسعود اضرب وطرح ما عندي؟ يرضيني. مسعود ترى ممزح معك؟ واني ممزح معك؟ اسمع انا ماني اقل من هذه الحرمة اللي اسمها قمر، يكفي اني متحمله معاك الغربه والشقا والتعتير، وفوق كل هذا تبخل علي بطلب صغير مثل هذا؟ يبدور اموت عنك قربانش انا باشياء اهم من هذه العصا. لا اريد العصا يعني اريد العصا. تامر يبدور. ها زين تريدين هذه ولا هذه؟ وين ترفع عصا علي؟ ازلها أزلة. وين؟ يبدو رمزح معاك. إيه رمزح معاك. قل لأمك ترجعها بسرعة. قمر يا قمر. هلا مهند. سلم عليك أمي وتقلت إنها تريد عصاية السلف. ما تغلى عليكم، بس أخذتها من شوية وردة، ما شفت ولدها الحين راح. لا بالله ما شفته، ومتى ترجعها وردة؟ خلاص بس تردها أرسلها لأمك. مشكورة يا قمر، سلمي على بخير. الله يسلمك.
هذي هذول يا بنيتي. وليه هذول يبا؟ واضحة، باشر انزلي على المدينة شوفي وش تحتاجين وجيبي معك عصا. يبا وش اللي خلاك تفكر بسالفة العصا؟ واضحة انت من التزاعين، وما يصير احد بالعشيرة يكون عنده شيء وانت ما عندش اياه. طال الله بعمرك يبا، والله انه ما تفوتك الفايتة. صحينا بخير يا بني. وانت من اهله، الله وياك يبا. العصا من يد ليد. السيلفي؟ اي، وبي ناس حاجزين دور ليستعيرونها باتشر. وش اسمعوا يعني؟ وش اللي اسمعوا يا قمر؟ حتى يعني عصا السيلفي الناس ما يهنونه. يلا، يقول المثل نيال فاعل الخير. ايه، ونضع بين الناس عند رب العالمين ما يضيع. إيه؟ كملي. بخيتان اترجاك تسامحني، لاني ظنيت بيك. ولا يهمش يا قمر، ولا يهمك. بخيتان يا بخيتان. اها اها، قومي 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 فوتنا بحرم، يجوز يجي يتعلل عندي. يلا يلا.